بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الفيديو ده مش محتاجين نتكلم فيه بدبلوماسيه خالص، لان الموضوع مش مستاهل كل الدبلوماسيه ولا مستاهل الكلام الكتير. الاخوه الجزائريين عندهم ميزه جميله جدا بالنسبه لاي يوتيوبر، لو حبوك هيعملوا كل حاجه علشان خاطر ينجحوك، ولو ما حبوكش هيعملوا اي حاجه عشان ينفخوك، ودي حاجه معروفه كويس جدا. فجاه الاخوه الجزائريين من الناس اللي بيحبوهم جدا في المحتوى الغير جزائري محمود حجازي وعلي سعيد، وطبيعي جدا ان لما حد بيقابلك بطريقه فيها حب وموده كبيره جدا انت مع الوقت بتحبه جدا، حتى لو كنت فاهم عنه وجهه نظر سلبيه قبل ما تتعامل معاه. وبصراحه انا من الناس دي، من الناس اللي كنت فاهم ان الاخوه الجزائريين عندهم مشاكل كتيره مع المصريين، وكنت فاهم ان الموضوع كبير جدا، بس لما بدات اتعامل مع الناس شويه وللامانه بدات الاقي ان في حاله موده. لكل ما الواحد ما بيتكلم على منتخب الجزائر، كل منتخب الجزائري بيكسب بيبقى في حاله موده، والناس بتتكلم معاك باحترام، والناس بتتكلم معاك بذوق عالي جدا. مع الوقت بتلاقي نفسك بتحب الناس دي، ومع الوقت بتلاقي نفسك بتقدر الناس دي جدا، ومع الوقت بتبقى مش عايز تخسر الناس دي. وده برضو حصل بالمثل مع علي سعيد، وحصل بالمثل مع محمود سعيد، وحصل مع محمود حجازي اسف، مع الناس دي. وطبعا الناس دي قنواتها كبرت، والناس دي الاخوه الجزائريين وقفوا معاها وقفه كبيره جدا. ففي المقابل طبعا هيحبوا الاخوه الجزائريين جدا، علشان خاطر النجاح كان عنوانه الدعم الجزائري، فدي حاجه طبيعيه جدا انك تحب الاخوه الجزائريين، وطبيعي جدا انك تكون عايز تروح الجزائر. وفعلا الناس قرروا انهم يروحوا الجزائر، وكعاده الاخوه الجزائريين الفتره الاخيره مع الكلام عن المصريين، انا بشوف ان الاستقبال وكرم الضيافه ده دي حاجه موجوده عند الجزائريين لوحدها، زي ما هي موجوده عند المصريين، زي ما هي موجوده عند التونسي، زي ما هي موجوده عند المغربي. فدي حاجه انك صعب تتكلم فيها ككرم ضيافه ده الاخوه الجزائريين، بس هي القصه كلها قصه ان الاخوه الجزائريين حبوا الناس دي فعلا. الاخوه الجزائريين شايفين ان الناس دي فعلا بتدعم المنتخب الجزائري، ودي حاجه تحترم جدا بالنسبه لحجازي وبالنسبه لعلي سعيد. يمكن في الاول كنت فاهم الموضوع غلط، بس مع الوقت تدريجيا بدات افهم الموضوع فعلا رايح لفين وجاي منين. في ناس كتيره جدا بتدعمك، ناس كتيره جدا نفسها انك تنجح، ناس كتيره جدا مش مستنيه منك اي حاجه الا انك تتكلم معاهم بطريقه محترمه، وانك تحترم دماغهم، وانك تتكلم معاهم بحب وموده. وعلي سعيد ومحمود حجازي عملوا كده، علشان كده وصلوا لقلب الاخوه الجزائريين. يمكن انا ما اتعملش بالقلب، فعشان دي هي الحته دي اللي مدمره ام القناه، بس مش مهم، كل واحد كل شيخ وليه طريقته بصراحه. فكان لازم الواحد يطلع يتكلم في القصه دي، كان لازم الواحد يطلع يقول ان هو فهم علي سعيد ومحمود حجازي في وقت من الاوقات غلط، وبتمنى لهم كل التوفيق، وبتمنى لهم كل المزيد من النجاح، وبتمنى لهم دايما ان هم يكونوا موجودين في نفس الحته اللي هم موجودين فيها، وهو الجمهور بيحبهم والناس بيحبهم. اما فكره التعليقات السلبيه والناس اللي هتهاجمك، فدي حاجه طبيعيه ومنطقيه جدا. ده رايي انا بصراحه على قصة علي سعيد ومحمود حجازي. اما الاستقبال والكلام ده فما ينفعش ان انا اتكلم في الاستقبال، لان اكيد الجزائريين اهل كرم، واكيد المصريين والمغاربه والتونسي اهل كرم مع اي حد بيزور البلد غريب، واحنا عارفينه واتعاملنا معاه قبل كده، فما ينفعش ان هو يكون غريب، ده اهل بيت حضرتك. لو حابب ان انا اقول حاجه فهي اسف بصراحه للناس دي، لان انا كنت فاهم الناس دي غلط. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو هذا رايك ويحترم.